السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة الشيخ، لو في واحد اشترى قطعة أرض، واحد اشترى قطعة أرض وبعد اشترينا يعني قطعة أرض ولقينا فيها يعني كنز، يعني دي تبقى لينا احنا أو للدولة؟ عشان حكاية الحرام والحلال. أنا ظننتك ستسألين لنا أو للبائع، ظننتك ستسألين لنا أو للبائع. ماشي طيب، حتى لو للبائع اللي إحنا اشترينا منه يا شيخ برضه، يعني هو من حقه هو أو من حقنا إحنا؟ حصل أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الصدد، أن رجلا باع لرجل بيتا، فبعد وجد فيه جرا من ذهب في الدفن، فذهب إلى البائع وقال خذ هذه الجرة هي لك. فقال البائع أنا بعتك البيت بما فيه، وكل نريد أن ندفع الجرة عن نفسه. فقال ذهب إلى عالم فأفتاهما بفتوى، قال ألك ولد؟ قال نعم. قال ألك بنت؟ قال نعم. قال زوج الولد بالبنت وأنفق عليهما وأنفق عليهما. هذا يعني في ورد في باب الورع، لكن أختار في هذه المسألة، هب أن الرجل ليس له ولد والآخر ليست له بنت، هل يقتسماها أو لا يقتسماها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان هذا الذي وجد من دفن الجاهلية القديم، ليس بمحتمل أنه من الباء أنه كنز للبائع، نعم دفن الجاهلية القديم، دفن الجاهلية القديم، فأرى أنها لمن في حوزته الأرض الآن. أما قوانين الدولة فأنتم أعلم بأسأل عنها الدولة. أما المستند في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس يعني خمسها تخرج لله. أما قوانين الدولة فما زالت أنا لا أعرفها في هذا الصدد. شكرا.